هنتكلم النهاردة على ثورة 1919. أي ثورة ليها زعيم. زعيم ثورة 1919 هو سعد زغلول، وهناخد العديد من الوظائف التي عمل بها. فعمل محررا في جريدة الوقائع المصرية، اشتغل بالمحاماة ثم قضاء، تولى نظارتين مهمتين. يعني ايه نظارة؟ يعني وزارة، نظارة المعارف اللي هي التربية والتعليم في وقتنا الحالي، ونظارة الحقانية اللي هي وزارة العدل في الوقت الحالي. كما أنه انتخب عضوا في الجمعية التشريعية. كل الوظائف اللي احنا قلناها دي كلمنا فيها عن شخص واحد وهو سعد زغلول. قبل الثورة بخمس أعوام 1914 قامت الحرب العالمية الأولى. يعني إيه؟ انقسم العالم إلى كتلتين متحاربتين. أثناءها أعلنت إنجلترا الحماية البريطانية على مصر، إنهاء تبعية مصر للدولة العثمانية، واستغلتنا خلال الحرب. فقامت إنجلترا بإيه؟ يعني إيه كان سياستها أثناء الحرب العالمية الأولى؟ أول حاجة إنها وضعت خطوط السكك الحديدية المصرية إلى جانب الموانئ المصرية في خدمتها، وجندت عدد كبير من المصريين. بعد انتهاء الحرب كان الدعوة إلى إنشاء مؤتمر الصلح في باريس. إيه رد سلطات الاحتلال البريطاني على ده؟ هل هتوافق ان احنا نتحرر؟ فقام سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي بانه هي طلب للسلطات الاحتلال البريطاني بالسفر لباريس. المطالب بتاعتها الغاء الحماية البريطانية على مصر، الغاء الاحكام العرفية، الغاء الرقابة على الصحف والمطبوعات. سلطات الاحتلال البريطاني من وجهة نظركو هتوافق؟ طبعا رفضت. بما تفسر الصدام بين أعضاء الوفد المصري وسلطات الاحتلال البريطاني؟ بسبب رفض سلطات الاحتلال البريطاني سفر أعضاء الوفد المصري إلى باريس. هل سعد زغلول هيسكت هو زملائه؟ لا، فقد قام بتعبئة الرأي العام ضد سلطات الاحتلال البريطاني التي قامت بإلقاء القبض على سعد زغلول وزملائه ونفيهم إلى جزيرة مالطا. وناخد بالنا من حتة جزيرة مالطا دي، بيجي فيها أسئلة كتير. أسباب قيام ثورة 1919: واحد، نفي سعد زغلول وزملائه إلى جزيرة مالطا، ازدياد الوعي القومي، إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون مبادئه ومن حق الشعوب في تقرير المصير. يعني ايه؟ يعني اللي عايز يتحرر يتحرر. هل سلطات الاحتلال هتوافق على ان مصر تتحرر؟ الكنز تفقده. أول حاجة قامت ثورة من قبل المصريين، بدأت بالطلاب والعمال والفلاحين، وقطعوا خطوط السكك الحديدية والتلغراف. وذلك يجي لي سؤال فيه: بما تفسر لمنع اتصال القوات البريطانية المنتشرة في أنحاء البلاد؟ امتدت الثورة من القاهرة إلى الدلتا والأقاليم. يجي لي سؤال: بما تفسر تعد ثورة 1919 ثورة شعبية لأن شارك فيها جميع طوائف المجتمع الشعب المصري، ولا شاركت فيها المرأة لأول؟